اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من نشرة اخبار الاسبوع من 1TM، واليكم اهم الاخبار. نفذ موظفو القطاع العام اضرابا عاما ليوم واحد شملت 159 مؤسسة ومنشأة عمومية، في تحرك دعا اليه اتحاد الشغل للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات مع الحكومة، وذلك حول الزيادة في الاجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد بالمعطل للحوار. بدوره أكد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال التجمع العمالي بأن الإضراب العام نجح بنسبة 96.22%. وعبرت 5 أحزاب ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مساندتهم للإضراب، في حين قدر الخبير الاقتصادي معز حديدان أن كلفة الإضراب العام يمكن أن تصل إلى 330 مليون دينار. محكمة الاستئناف العسكرية تحكم على سيف الدين مخلوف بالسجن لمدة عام مع النفاذ، والحرمان ممارسة المحاماة لمدة 5 سنوات مع النفاذ، فيما يعرف بقضية الكلوار المتعلقة بالحديث الذي جمعه مع عدد من القضاة العسكريين، وذلك وفق ما أكده العميد السابق للمحامين عبد الرازق الكيلاني. كما أصدر القضاء العسكري بطاقة إيداع بالسجن بحق الصحفي صالح عطية على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة عن الجيش التونسي، وفق ما أفاد المحامي سمير بن عمر. ونقابة الصحفيين ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وصدر إذن قضائي لفائدة الإدارة الفرعية للجرائم الإلكترونية والمالية المتطورة يقضي بالاحتفاظ بالناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي ورئيس القضية المتعلقة بمؤسسة آن ستالينجو. وفي مستجدات الاستفتاء كشف عضو اللجنة الاستشارية لجمهورية جديدة أمين محفوظ أن مشروع الدستور الجديد سيكون جاهزاً يوم 20 جواء الجاري. هذا وأعلن عضو الهيئة العليا للانتخابات القاضي العدلي لحبيب الرباعي استقالته من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك مساندة لزملائه القضاء على خلفية الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022. من جهتها اعتبرت هيئة الانتخابات أن الاستقالة ليس لها أي تأثير على عمل مجلس الهيئة وعلى مسار الاستعداد لتنظيم الاستفتاء. في ذات السياق أصدرت هيئة الانتخابات قراراً يلزم كل الراغبين في المشاركة في حملة الاستفتاء بإيداع تصاريحهم لدى الهيئة مسبقاً بما في ذلك المقاطعون، في حين أقرت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري سكينة عبد الصمد أن ضوابط التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء لا زالت ضبابية. وزير الفلاحة محمود الياس حمزة يؤكد أن أضاحي العيد متوفرة بأعداد كافية وأسعار معقولة، مشيرا إلى إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك على مستوى بعض الولايات. اقتصاديا، زيادة في فواتير الكهرباء بين 9 دنانير و90 دينارا بداية من شهر سبتمبر عام 2022، سيتم تطبيقها على الاستهلاك ابتداء من شهر ماي، وهي لن تشمل سوى 15% من الحرفاء والذين يزيد استهلاكهم عن 200 كيلووات في الشهر بالنسبة للكهرباء و30 مترا مكعبا للغاز. تحسن طفيف الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو تونس لتتحول قيمتها من 652 مليون دولار في 2020 إلى 660 مليون دولار في 2021، أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ يوم 9 جواء 2022. محافظ البنك المركزي يعتبر أن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد التونسي لا يستخف بها، مؤكداً أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها الوقع الأكبر على الاقتصاد التونسي من تداعيات أزمة كوفيد-19. من المنتظر أن يؤدي وفد من صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس الأسبوع المقبل، فقد رحب صندوق النقد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته الحكومة والتي تخوض حالياً مفاوضات فنية مع المؤسسة المالية الدولية بغرض الحصول على برنامج دعم جديد. في أخبار الرياضة،
تستهل غدا البطولة الوطنية نشاطها بدرب العاصمة بين الجارين الترجي والإفريقي، حيث سيتغيب كل من غيلان الشعلالي ونادر الغندري، كما ستشهد المباراة عودة صابر بوغرين لتشكيلة الأحمر والأصفر. وصرح رئيس الجامعة التونسية وديع الجريء بعد الفوز بدورة كيرن في اليابان أنه متشبث بالناخب الوطني جلال القادري، وأن معراج حول إقالته قبل المونديال لا أساس له من الصحة. وأمضى بايرن ميونخ مع اللاعب السنغالي ساديو ماني، كما اختار نادي ليفربول لتعويضه مهاجم الأوروغواي داروين نونيز. عربياً، السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بسبب التقدم في برنامج اللقاحات وارتفاع نسب التحسين. وكانت السعودية في 6 مارس الماضي قد أعلنت الإيقاف الفوري لتدابير مكافحة فيروس كورونا بالبلاد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة في الحرمين والأماكن المغلقة. في الكويت، نواب يعتصمون في البرلمان احتجاجاً على تعطيل الدستور في ظل تأخر إعلان الحكومة الجديدة وتوقف جلسات البرلمان منذ أواخر مارس الماضي. عالمياً، المفوضية الأوروبية تمنح أوكرانيا صفة المترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، والرئيس الأوكراني يشيد بهذا القرار ويصفه بالتاريخي، في حين اتهمت الخارجية الروسية المفوضية بالتلاعب بكييف. وبريطانيا توافق على تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة، والذي تلاحقه واشنطن بسبب تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية الأمريكية عن العراق وأفغانستان. واعتبر موقع ويكيليكس القرار بأنه يوم مظلم لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الأسبوعية، إلى اللقاء.